أنا مباشرة من الإسكندرية مرة أخرى أيضا الزميل رياض الغازي رئيس تحرير صحيفة الديربي. رياض مساء الخير. مساء الخير زميلي نوفل. مساء الخير مراد. مراد مش معنا، معنا السي سعيد زكريا المدرب الوطني. على العموم رياض، متى ستغادر بعثة نادي الوداد الإسكندرية في على متن أكيد طائرة خاصة، وكيف هي الظروف التي تمر منها بعثة الوداد بعد أكيد التعادل الذي كان بطعم الانتصار على حساب النادي الأهلي؟ اكيد ظروفي جد عاديه، لان بحكم كنا طائره خاصه. احنا الان نتواجد بمطار الاسكندريه الدولي، كنباشروا الاجراءات الاوليه باش ناخذ التذاكر، من بعد نمشيو عند رجال الشرطه لطبع الخروج من مدينه نصر. على العموم الاجواء كانت اجواء عاليه للاعبين، هناك فرحه بالانتصار، هناك فرحه عالي بالنسبه للاعبين، وهناك امل وهناك رغبه في تحقيق نتيجه ايجابيه لمدينه الدار البيضاء. نعم، ما تحديدا الوقت الذي سيصل فيه نادي الوداد الى مدينه الدار البيضاء؟ اكيد هناك جماهير تريد ان تكون متواجده في المطار، لو اعطيتنا يعني التوقيت تحديدا رياض. من المقرر ان تحل بعثه الوداد الى مدينه الدار البيضاء على الساعه 4 صباحا. اذا كان الاجراءات جميعها كانت بثلاثه، ف في حدود الرابعة صباحا هنكون إن شاء الله في الدار البيضاء بإذن الله. نتمنى لكم طريق ميسرة وسليمة وآمنة، لكم كوفد صحفي رافق وداد الأمة في هذه المهمة الإفريقية الوطنية، وأيضا بالنسبة للجهاز الفني الإداري وكذا اللاعبين.